السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غنوريكم دوسيا دوستر 2018. كما كتشوفوا فيها اللي بطبيعة الحال من الجهة الأمامية عندكم بيراطات ديال الضو ديال الضبابة، جابت جوانت ديال 16 إنش ألومنيوم بطبيعة الحال، هذه العامرة ناقصة غير الأوتوماتيك. عندكم هنا في جنابات الفتحات ديال التهوية وغير يعني ماشي حقيقيين. عندكم هاد البيضات في الباب بطبيعة الحال مكتوب فيهم دوستر. بالنسبة للكفر عندكم الكفر، نعم سيدي، مساحة كبيرة بطبيعة الحال، ما عرفتش شحال كتهز بالضبط ديال اللتر ولكن المهم مساحة كافية. وعندكم اللور بطبيعة الحال، عندكم لي سنسور ديال البارك والكاميرا ديال الركود كما دائما. بالنسبة للور كاين زيجان الكتريك ديال اللور كاملين بالضو بطبيعة الحال. الطابي ديال السيارة وداكشي مازال جديد تبارك الله، كلشي مازال فيها جديد نقي. السيارة اللي بغاها يتواصل معنا مرحبا به، هادي ضاربة 114,000 كيلومتر، الثمن ديالها 16.5 وفيها المفاهمة بطبيعة الحال. بالنسبة للأمام زيجان بربعة بيهم بالضو. عندكم هنا البلاصة فين تحطو شي حاجة في الباب، كراسة فيها مانويل، كتجي فيهم الدوستر مطبوعة بطبيعة الحال. فالسيارة مازال جديدة، اللي بغا يعيطنا. كاين عندكم هنا ليميتور ريغولاتور فيتاس، بورت فيتاس مانويل كما قلتلكم، كليما ديجيتال والشاشة ليميتور ريغولاتور فيتاس كتحكمو فيهم الديريكسيون. وعندكم هنايا المرايات طوطا هما كيتعاوطو بالضو، ديماري بستار ستوب السيارة كديماري بستار ستوب. بالنسبة للموتور ديالها فيها الموتور 1.6، الضريبة ديالها 700 درهم. تلقاو فيديو جديد ان شاء الله.